وشو بدك تساوي بيهم؟ أخلهم رهائن عندي يا فلاح، عربانهم أظل بلي شيوخ، يظلون عندي أسلم من شرهم. يا طويل العمر أرجوك والصلح من أجليهم. الصلح ما له ميشان عندي يا فلاح، اللي ما هو معي هو ضدك، واللي ما هو حليفك هو عدوي. زين طال عمرك، هويمل مو هو بحليفك؟ لله يا فلاح، هويمل يريد يصير شيخ الشيخان، وده شيخ على العربان كلها، والعربان ما له غير شيخ واحد اخليس ولد رماه. مو شيخ الشيخان يا فلاح. سمعت؟ ايه، كل زمانك بايق وغدار يا غليص. هي يا عمه ربطهم كلهم. من هو اللي يقدر عليه هذا؟ من هو اللي يقدر عليه؟ من هو اللي يذبحه ويطفي نار قلبي؟ انا اللي اقدر عليه يا عمه، انا اللي اقدر عليه. نرجفت يدي والله، والله غير اقطعها. ما يمضح عليك يوم يا خليص وانا صايل. نستاهل، ما سمعنا راي مناور. سمعنا راي وين؟ ما هقيت انه غدر بينا. لا غدر بيك. اي وانا حليفه. حليفه غليس ما وده حلاف. غليس وده يانا كلنا متفرقين، حتى يظل هو الوحيد القوي لحاله. يجيه يوم، يجيه يوم رجال حين ياصلون. رجالك ياصلون؟ ما قيت صلاح منهم يا هويمل وشيخهم هامل. اربط لسانك يا شيخ مسعود، انا الشيخ هويمل تفهم؟